معكم فارس عوض من كابينة التعليق، ونحن الآن على بعد لحظات من انطلاقة مباراة النهائي المثير. اسكتلندا ضد المنتخب الهولندي، رحلة طويلة لكلا الفريقين من أجل وصول المباراة النهائية. الآن أحلام آمال كلا الطرفين معلقة بما سيحدث في هذه المباراة، تتكلم عن التركيز، عن الثبات، عن الهدوء، عن مفاتيح التتويج، الضغوطات الموجودة، من يتعامل معها بشكل جيد، من يستغل ذلك لمصلحته للفوز بعد ذلك في المباراة النهائية. جاكبو وصلت إلى دومفريز، وصلت إلى جاكبو، سيمونز، تمريرة تمر قريبة وتخرج من الملعب إلى رمي التماس. توميني، وهنا الهجوم المنظم يعطي حلول مختلفة. اوهو حلوة الفرصة، الله على التسديدة، بعيدة المدى لكن قريبة من المرمى، كادت ان تحرك الشباك. يمتك الكرة في المنطقة الخلفية ودفاع ممتاز. الكرة تصبح مع سيطرة الفريق الاخر. مساندة تصل الآن، ينطلق بالكرة الخطيرة والتصدي، وما زال اللعب متواصل، يبعد عن مناطق الخطورة. هذه المرة بتروح سهلة، لكن الفضل الكبير لإنهاء الخطورة في التصدي الأول. استخلاص لهذه الكرة بتدخل ممتاز. ماكغريغور، فرصة للتقدم في المباراة. الله على هذا التصدي، برافو حارس المرمى. فرصة للتقدم في النتيجة من الضربة الركنية مشاهدينا. ركنية تتلفت والحارس بكل شجاعة يبعد الخطورة. تنطلق الصافرة الآن معلنة عن نهاية شوط المباراة الأول. الشوط الثاني يبدأ من عند المنتخب الهولندي. يتقدم فيها، يقترب من مناطق الخصم الآن. سيمونز، ماكتوميني، يتقدم بثبات إلى داخل مناطق المنافس. دامفريز، الله على التدخل. نصف ساعة تفصلنا على صافرة نهاية المباراة. ديباي، سيمونز، وصلت إلى جاكبو، تمريرة لا تصل وتخرج إلى رمية التماس. الآن إلى دكة الاحتياط بعد قرار التبديل في هذه اللحظات. ماكغريغور، بتروح إلى روبرتسون، وتخرج الكرة إلى رمية التماس. شافي سيمونز، وصلت إلى ديباي، وصلت إلى جاكبو، ديونغ، هل يسجلها الآن؟ مستحيل، ما هذا السيناريو؟ أي دراما هنا؟ تعادل سلبي طوال المباراة، وفي اللحظات الأخيرة تأتي الإثارة كلها وتدخل الكرة المرمى. هدف قد يحسم الأمور، قد ينهي المباراة.
قرار التبديل جاهز وحان وقت الاستعانة بالدكة. دقائق قليلة تفصل عن النهاية. شوف المدرجات كيف تشتعل، شوف الدعم، شوف الحافز اللاعبين، البحث عن التعادل في الدقائق الأخيرة. ولام مع مالين، صلابة دفاعية، خلص الكرة بمهارة كبيرة. دقيقة واحدة فقط تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي. فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن. الكرة في الشباك، تصدي كان في منتهى الروعة من حارس المرمى، لكنه لم يجد الدعم من زملائه. نشوف الهدف مرة أخرى في البداية. الحارس قام بالتصدي بشكل ممتاز، لكن المتابعة كانت موجودة. لا يلام الحارس بالتأكيد على هذا الهدف، لأن بذل أقصى ما لديه وحاول أن يمنع الكرة من دخول المرمى. مباراة ندية، مباراة كانت قوية، لكن فشل فيها الفريقين في حسم النتيجة. الآن ننتظر الأشواط الإضافية. صافرة تعلن انطلاقة الشوط الإضافي الأول لمواصلة رحلة البحث عن الحسم في هذه المباراة. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. وجدت طريقها إلى المرمى. متابعة سريعة بعد تألق حارس المرمى، وفي غياب الدفاع تسكر عن هدف. نشوف الهدف مرة أخرى. حقيقة هنا ما تقدر تكون حارس المرمى، بذل مجهود، حاول أنقذ الكرة في المرة الأولى، لكن كانت المتابعة حاضرة وبالتالي الكرة في الشباك. روبرتسون خارج الملعب، رمي تماس. دامفريز سيمونز. مباراة النفس الطويل، شوط إضافي أول ينتهي، نحن الآن على أعتاب 15 دقيقة أخيرة من اللعب في الشوط الإضافي الثاني. الآن نشاهد اللاعبين وعمليات الإحماء على الخط، ممكن أن يكون هناك تبديل في الدقائق القليلة القادمة. فرانكي ديونغ والتدخل القوي الحاسم هنا، تحكم مثالي في الكرة. شوف السيطرة، شوف المهارة الفردية. تسويبة افتقدت إلى الدقة ومرت بسلام على المرمى. تخرج الكرة إلى رمية التماس بعد تمريرة تفتقد قليلا للدقة. كرة ترجع لحارس المرمى. إضافة دقيقتين إلى الوقت الأصلي بقرار من حكم المباراة. والآن انطلقت صافرة نهاية المباراة. حسم الكأس هنا. يا لها من قصة، ويا لها من بطولة، ويا لها من مشوار. مستحقة بعد جهد وتعب. حان وقت الفخر والاعتزاز بالفريق وبالجماهير التي كانت شريكة.